السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية. البداية بالعناوين: المملكة تحذر مجلس الأمن من الحالة الحرجة التي وصلت إليها الناقلة صافر. تواصل مظاهر الفرح في كافة أرجاء المملكة بذكرى اليوم الوطني 90. وزارة الصحة تشدد على ضرورة الالتزام بالاحترازات الصحية. صدر أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة لـ 1486 من الموظفين المدنيين والعسكريين نظير قيامهم بأعمال وإنجازات تخدم القوات المسلحة وإسهامهم بفاعلية في عملية إعادة الأمل. كما صدر أمر ملكي بالموافقة على منح 342 ضابطاً و330 فردا من منسوبي وزارة الحرس الوطني وإسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة، وذلك لمشاركتهم في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل. أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية أن المملكة تجدد التزامها بالموضوع الرئيس لرئاسة مجموعة الـ20، وهو اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع والأهداف الثلاثة المتمثلة في تمكين الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض وتشكيل آفاق جديدة. وانطلاقا من رئاسة المملكة للمجموعة لهذا العام، شارك وزير الخارجية في الاجتماع الافتراضي 13 لمجموعة الحوكمة العالمية، وذلك على هامش انعقاد الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وناقش الاجتماع والتحديات التي واجهت المجتمع الدولي بسبب جائحة كورونا والجهود التي تبذلها المجموعة والأمم المتحدة لمعالجة القضايا ذات الصلة وتعزيز الحوكمة العالمية الشاملة للجميع في التصدي للتحديات التي تواجه الدول، مشيدا سموه بمجموعة الحوكمة العالمية باعتبارها شريكا أساسيا في هذا النجاح وفي تعزيز المشاركة متعددة الأطراف. عقب ذلك استعرض سموه أجندة رئاسة المملكة للمجموعة واستجابتها لجائحة كورونا والطريق إلى قمة الرياض. وقد صدر عن مجموعة الحوكمة العالمية بيانا أشادوا فيه بالقيادة القوية للمملكة لمجموعة الـ20 في حشد الجهود الدولية لمواجهة التحديات الهائلة التي شكلتها الجائحة. أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية اتصالا هاتفيا اليوم بوزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الدكتور سوبرا همانيام جاي شانكر، وجرى خلال الاتصال بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة. كما تم استعراض أعمال مجموعة دول الـ20 لهذا العام برئاسة المملكة والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها، إضافة إلى الموضوعات والقضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي. أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير اتصالات هاتفية بكل من نائب وزير الخارجية والتجارة بجمهورية المجر وبوزيرة خارجية جمهورية بلغاريا وبوزير خارجية جمهورية الأوروغواي، وأجرى معهم خلال الاتصالات بحث العلاقات الثنائية مع بلدانهم ومجالات التعاون المشتركة، إضافة إلى أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. أبلغت المملكة مجلس الأمن الدولي بوجود تسري تسريب نفطي من الناقلة صافر والراسية على البحر الأحمر منذ 5 سنوات، وحذر المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي مجلس الأمن الدولي من أن بقعة نفطية شوهدت على مسافة 50 كيلومترا إلى الغرب من الناقلة المتهالكة صافر المتوقفة قبالة مرفأ راس عيسى النفطي المطل على البحر الأحمر.
وأكد أن هذا الوضع الخطير يجب ألا يترك دون معالجة، ويتحمل مجلس الأمن المسؤولية الأساسية عن تأمين سلامة وأمن المنطقة. وطلب السفير المعلمي مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات الفورية لإلزام ميليشيات الحوثي للسماح للأمم المتحدة بالقيام بدورها وإتاحة الوصول إلى الناقلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، داعيا للتعميم لهذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن. ثمن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 75 دور المملكة خلال رئاستها 20 لتحقيق الاستقرار والرخاء، وأنها لفرصة طيبة نتوجه فيها من خلال منبركم الهام بتقديرنا الكبير للدور الرائد والعمل الدؤوب للمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة أخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ليس فقط على صعيد إرساء دعائم الأمن والسلم في المنطقة والعالم أجمع وبشكل يراعي مصلحة كافة الأطراف، بل لما تبذله من جهود بارزة ومؤثرة خلال رئاستها الحالية 20 لصياغة عقد جديد تتحقق فيه آمال شعوب العالم في الرخاء والاستقرار، مؤكدين هنا على نهج بلادنا بالوقوف مع الشقيقة الكبرى صفا واحدا في جميع المواقف وفي كافة الظروف. وللحديث بشكل تفصيلي عن التسريب النفطي من ناقلة صافر ينضم معنا عبر الهاتف من نيويورك المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي. سعد السفير، بداية أهلا بك. تهديد خطير تشكله هذه الناقلة، ناقلة صافر، على دول المنطقة في ظل التعنت الكبير لميليشيات الحوثي واستمرارها أيضا لانتهاكاتها الدولية. حدثنا سعادة السفير أكثر عن هذا الموضوع وأبرز الإجراءات والآليات الواجب أن تنفذ لتفادي هذه الكارثة البيئية المحتملة. بدون شك السفينة كل قنبلة موقوتة في المنطقة وتهدد الملاحة البحرية في البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب، وتهدد أيضا السواحل في المملكة العربية السعودية وفي اليمن وغيرها من المطلع المنطقة. كما تفضلت الآن وصلت إلى مرحلة من التهالك والتآكل حتى أنها أصبحت تسرب كميات من النفط، ونحن طالما حذرنا من هذا الأمر أنه إذا بدأ التسريب فينا فسيكون كارثة هي لم يشهد لها العالم إلا منذ فترة طويلة جدا في هذا المكان، وهي منطقة غنية بالحياة البحرية وغنية بالنباتات والأعشاب، كلها يمكن أن تخضع للدمار بسبب هذه السفينة. المملكة طالبت تكرارا أن يسمح لفرق الأمم المتحدة بالتوجه إلى موقع السفينة ومعاينة الأضرار فيها وتشخيص الخلل والبدء في العلاج المناسب، ولكن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ما زالت مستمرة في المنطقة وتحاول أن تفاوض وأن تستعمل السفينة كورقة مفاوضات في مطالبات غير مشروعة. لذلك نحن تقدمنا للأمم المتحدة ومجلس الأمن تحديدا بطلب ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر حسما للتصدي لهذا الموضوع، وإن شاء الله يستجيب المجلس يستجيب المتحدة لذلك. نعم سعادة السفير، يعني هذا التعنت من الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، يعني كيف يتعامل المجتمع الدولي مع تلك يعني المماطلة من الميليشيات الحوثية
وأيضا ردة الفعل المنتظرة منهم أيضا؟ ينبغي أن يتعامل معها المجتمع الدولي بالحسم والخطوات الرادعة. حتى الآن المجتمع الدولي ممثلا في مندوب الأمم في الأمم المتحدة السيد مارتن جريفيس ما زال يسعى للتفاهم معهم ويسعى لاستخدام أسلوب الحوار والإقناع، ولكن يأتي وقت من الأوقات لا يجدي في هذا الأسلوب نفعا، خاصة إذا كان هناك ضرر مستمر أو داهم يمكن أن يتحقق. فلا بد للمجتمع الدولي أن يفرض إرادته في هذا الشأن وأن يسخر الإمكانيات اللازمة للتوجه إلى السفينة ومعاينتها واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سحبها وسحب المواد النفطية الموجودة فيها حتى لا تحدث هذه الكارثة المتوقعة. نعم، المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي، شكرا لك. تواصلت مظاهر الفرح والفخر اليوم باحتفالات المملكة بيومها الوطني 90، حيث تشهد مناطق ومحافظات المملكة تواصل مشاعر الفرح بهذه الذكرى العزيزة وتنوعا في الفعاليات المقدمة من كافة الجهات الحكومية والخاصة، والتي تنوعت ما بين عروض الطائرات الجوية والألعاب النارية ومشاركات الفنانين والفنانات التشكيليين بالعديد من الرسومات الجدارية التي تحكي قصص العز والنماء للسعودية، إضافة لتقديم الفنون الشعبية التي تبين مدى التنوع في الموروث الشعبي السعودي. هنأ وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي قيادة وشعب المملكة بمناسبة اليوم الوطني 90، وقال في بيان له: بهذه المناسبة أقدم أطيب التهاني للمملكة بمناسبة اليوم الوطني، مؤكدا مواصلة البناء على أسس الصداقة القوية بين البلدين. 90 عاما من النهضة والتنمية، أمير القصيم أطلق مسيرة دم أخضر ويشهد احتفالات المنطقة باليوم الوطني 90. نتابع. 90 عاما من التنمية وقصة أمجاد ملهمة هنا في القصيم والتي توشحت باللون الأخضر احتفاء باليوم الوطني 90 للمملكة. صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم أطلق مسيرة دمي أخضر بمشاركة القطاعات العسكرية والمدنية والفرق الاستعراضية والسيارات الكلاسيكية ودراجو القصيم، مبتهجين بالذكرى الغالية معبرين عن صادق انتمائهم للوطن وقيادته. يوم الوطن الذي ولله الحمد نقلنا من الخوف والجوع إلى الأمن والأمان بفضل الله جل وعلا. الحقيقة يسرني أن أشكر جميع الإخوة الزملاء في القطاعات الأمنية والعسكرية والقطاعات الحكومية التي شاركت في هذه المسيرة، هذه المسيرة التي تعبر عن فرحة المواطنين وفرحة المسؤولين وابتهاجا بهذه المناسبة. شف مملكتنا فوق كل المخاليك وشلون سلمان المعالي عمرها. لوحات فنية وقصائد شعرية تضمنها احتفال المنطقة باليوم الوطني 90 الذي شهده أمير القصيم بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، كما قدم عرض مرئي بعنوان مشاعل همة حتى القمة، وشارك أمير القصيم بالعرضة السعودية بهذه المناسبة. لأخبار السعودية، علي العطينان، بريدة. جهود متواصلة وخدمات عظيمة قدمها ملوك المملكة العربية السعودية على مدار 90 عاما للحرمين الشريفين، مع تسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية لضيوف الرحمن. نتابع. We'll be right back.
تعيش بلادنا نهضة تنموية وحضارية شاملة على مختلف المستويات وفي شتى القطاعات، ومنها قطاع السياحة الذي يشهد نقلة كبرى ويحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة إيمانا منها بتأثيره الاقتصادي والتنموي. قصور شامخة جمعت بين الفنون المعمارية والتهيئة الأمنية المتكاملة لتصبح أحد أهم الشواهد التاريخية لرحلة مؤسس وتوحيد المملكة، قصور الملك عبد العزيز طيب الله ثراه في التقرير التالي. معالم شكلت تاريخا حافلا بالحكايات وشهدت باحاتها على حقبة غيرت كل شيء. تلك المعالم هي قصور الملك عبد العزيز التي كان يزورها من حين لآخر في مناطق متعددة. هذه القصور انقسمت إلى نوعين، الأول يتمثل فيما بناه المؤسس وسكنه، والثاني هي تلك التي نزل بها خلال رحلاته، حيث تميزت جميعها بأساليب معمارية فريدة عكست خلفية كل منطقة وقصتها والغرض من بنائها في ذلك الوقت. من أبرز هذه القصور الذي شهد بداية تكوين الدولة ووحدة شعبها بقيادة الملك المؤسس رحمه الله هو قصر المسمك الذي أعاد افتتاحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله بعد تطويره في عام 1433 للهجرة. قصر آخر تميز بتصميمه المستوحى من النمط الإسلامي الفريد ذو الشرفات الواسعة والمتعددة هو قصر الملك عبد العزيز بالخرج، والذي بني ليحمي حدود الرياض الجنوبية حينها، في حين يحكي قصر المويب قصة مختلفة حيث خصص لإقامة الملك عبد العزيز واستراحته في رحلاته بين الرياض ومكة المكرمة، وشكل إحدى أهم المحطات الرئيسة في خط توحيد المملكة، كما شهد الجانب الشمالي الشرقي منه هبوط أول طائرة للمؤسس. وقد أدركت الدولة أهمية هذه القصور ودورها الحضاري ووظفت جهودها في الاعتناء بها والمحافظة عليها من خلال ترميمها وتأهيلها، وذلك ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري. النشرة مستمرة ولكن بعد الفاصل.
في آخر المستجدات حول فيروس كورونا في المملكة، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 498 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة إلى 331,857 إصابة، فيما سجلت 1007 حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 314,793 حالة تعافي، كما سجلت 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4599 رحمهم الله. شددت وزارة الصحة على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية وضرورة تطبيق التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة. وجددت الوزارة التوصية لكل من لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن أو مراكز تأكد التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد. ودعت الوزارة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء للوقاية من الفيروس، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق. عقد مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة المنورة ندوة علمية بمقر المجمع بالمدينة المنورة بعنوان مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف نموذج لعناية المملكة بالقرآن الكريم وعلومه وترجمة معانيه، برعاية وتوجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المجمع الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وذلك ضمن أعمال وبرامج المجمع تزامنا مع اليوم الوطني 90 لتوحيد المملكة. يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حققت نجاحات متواصلة خلال العامين الماضيين برفع إنتاجية المجمع من الإصدارات المتنوعة من 9 ملايين نسخة إلى 18 مليون نسخة من الإصدارات وبجودة أعلى. الآن ننتقل إلى الزميل محمد الوهيبي. بداية محمد مساء الخير،
أبرز ما لديكم في برنامج مجمل القول. أهلا وسهلا زميل عبد الرحمن، أحييك وأحيي السادة المشاهدين الكرام. ربما كلمة خادم الحرمين الشريفين يوم أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة جاءت بدلالات كثيرة ومضامين متعددة وامتدادات واسعة لهذه الكلمة. نناقش هذه المضامين في هذه الليلة، وربما نختار عنوانا أبرز لهذه الكلمة حين نقول أن خادم الحرمين الشريفين قال أن السلام هو خيار المملكة الاستراتيجي في كل القضايا الدولية. أدعوكم لمتابعة هذه الحلقة، لكن بعد أن أعود لزميلي عبد الرحمن لختام هذه النشرة. يعطيك العافية محمد، موفقين. في ختام نشرتنا هذه أبرز العناوين: المملكة تحذر مجلس الأمن من الحالة الحرجة التي وصلت إليها الناقلة صافر. تواصل مظاهر الفرح في كافة أرجاء المملكة بذكرى اليوم الوطني 90. وزارة الصحة تشدد على ضرورة الالتزام بالاحترازات الصحية. وفي الختام، أدام الله على بلادنا أفراحها في ظل قيادة حكيمة لوطن عظيم وشعب وفي. في أمان الله. We'll be right back.